أهلا بكم ملفنا الأول من الجزائر حيث شهدت الجزائر اليوم الجمعة تظاهرات شعبية حاشدة تخللتها احتفالات بسبب تزامن حراك الجمعة السابعة والثلاثين هذا الأسبوع مع الذكرى الخامسة والستين لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي في الفاتح من نوفمبر عام 1954 أتظاهر ملايين الجزائريين بعدة مدن جزائرية وفي مقدمتها العاصمة استجابة لدعوات أطلقت منذ أيام من قبل ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي لجعل هذا اليوم التاريخي محطة لتجديد مطالب الحراك الذي انطلق قبل أشهر من أجل تغيير النظام ورفعت شعارات مثل أول نوفمبر مشعل الحرية والشعب يريد الاستقلال والانتخابات بإشراف العصابات وجمعة الوفاء لرسالة الشهداء وللتعليق على المشهد في الجزائر اليوم في الجمعة السابعة والثلاثين أرحب بضيفي معي في الاستوديو الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت أهلا بك معنا سيد محمد مرحبا بك إذا ذكرى الثورة مع حراك الجمعة السابعة والثلاثين كيف رأيت المشهد؟ و يوم في الحقيقة من بداية هذه الثورة الشعبية، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. فيه. هذا يوم يوم عظيم يوم عظيم لان هناك ارتباط قوي ان ثوره اليوم هي مرتبطه ارتباطا عضويا قويا اخلاقيا معنويا بكل الطرق بثوره 54 وثوره 54 كانت ثوره ليست ضد استعمار عادي كانت ثوره ضد استعمار استيطاني الغى الجزائر من الوجود اطلاقا مثل ما هي اليوم ما يسمى باسرائيل حينما اخذت 80% من فلسطين او يزيد آه كانت انذاك الجزائر الفرنسيه ما فيش حاجه اسمها الجزائر ولا دوله ولا وانما هي مقاطعه من مقاطعات فرنسا وكان مر اعتقاد عن الجزائريين بعد 124 سنه من من ذلك التاريخ بان الجزائر انتهت الى الابد ما فيش ما لكن مجموعه من الشباب كان عددهم 22 قرروا بان يحملوا السلاح ويوم انطلقت كانوا 1200 ليس أكثر من حوالي 7 ملايين أو يزيد من الجزائريين يومها واعتبروا بأنهم مجانين لكن التاريخ أعطاهم الحق وأثبت أنهم كانوا على حق وبالفعل أسقطوا الإمبراطورية الفرنسية وبخروجها من الجزائر تقريبا انتهت الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية وبدت دول أخرى تأخذ استقلال هذا الارتباط بهذا النوفمبر اليوم وهذا الخروج اللي هو أعظم جمعة هي اليوم كانت جمعة الاستقلال 5 جويلية هي الأعظم من حيث العدد لكن اليوم هي الأكثر عددا والأكثر قوة في الشعارات والأكثر إصرارا على إسقاط الانتخابات انتخابات طيب. لتجديد العصابة طيب. لكن ربما يتساءل سائل ويقول هل تشبه السلطة الحالية بالاستعمار الفرنسي ترى رابط بين هذا الحراك وذاك؟ هذا التشبيه حتى ليس من عندي يعني انا كنت عندما اشبه اقول الاحتلال اللي هو الاحتلال باسم ابناء الوطن لكن قبل حوالي شهر ونص قال قايد صالح قائد الاركان اليوم بان الجزائر كانت تعيش تحت استعمار ثاني بمعنى ان الذي يقود العصابه اليوم اعترف اعتراف واضح من ان الجزائر كانت تحت استعمار ثاني وقال بان الجزائر كانت في خطر حقيقي من الزوال وانه بطبيعه الحال هو قال بانه هو الذي يعيد هذا الوضع هو لم يعيد شيء هو كان مع الانتخابات كان مع الوحده الخامسه كان مع الرئيس ومع مشاريع الرئيس وتحت نفوذ الرئيس وانما الذي حرره هو الشعب مع ذلك يريد ان يلتف وياتي ويجدد الواجهه المدنيه التي هشمتها هذه الثوره في الحقيقه الحكم الجزائر هو حكم عسكري كان دائما منذ الاستقلال لانه صدت عليه مجموعه عسكريه، واليوم هو تحرير الاستقلال، هذه م. الخروج والخروج في الثمانيه اشهر الماضيه هذا هو تحرير الاستقلال، ولذلك انت تسمع في شعارات الشعب يريد الاستقلال، يعني عندما يقول شعب انه يريد الاستقلال بمعنى انه تحت استعمار. طيب اليوم نزل الجزائريون بهذا الزخم الذي وصفته بانه لم يحدث قبل ذلك في تاريخ الجزائر بهذا العدد من اجل الاحتفال بذكر الثوره ام من اجل الحراك في الجمعه السابعة 37 ام هذا وذاك؟ الاثنين نزلوا ليقولوا أن هذه الثورة من تلك أن أولئك الذين أخرجوا فرنسا في الحقيقة لم يخرجوا أو في لحظة معينة عادت فرنسا من نوافذ ووضعت أبنائها وهي تقود وهي التي تدير البلاد شوف وقعت واقع الفترة الأخيرة هذه لعلك مع الاطلاع عليها وهي قضية إغلاق المغاربية لا. كان الخطاب الداخل كله يقول بأن الجزائريين الناشطين خاصه في الخارج والمغاربيه وانها تدعمهم فرنسا و لكن حينما جاءت الحقيقه ثبت ان فرنسا تدعم المجموعه القائمه هناك وانها ضد هذه الثوره وضد هذه الانتفاضه لانها تعلم يقينا ان لو تتحرر الجزائر فعلا فان المعطيات كلها في المنطقه الاوروبيه يعني جنوب اوروبا وشمال افريقيا بحر المتوسط المنطقه العربيه كلها ستتغير الجزائر ليست بلد, بلد بهين شوف لبنان ما يحدث فيه وكل هذا الزخم العالمي حوله مع أن لبنان في الحقيقة بكل المقاييس لا يمكن مقارنته بالجزائر طيب عندما نتحدث عن ذكرى الثورة الجزائرية ثورة ضد الاستعمار الفرنسي لماذا ظهر الاحتفال الشعبي وغاب احتفال السلطة لأن ليقول الشعب بأنه استرجع الجزائر ولو يوم الجمعة فقط ولو يوم الثلاثاء فقط ولأنها تزادف شاء ربك ان يتصادف اول نوفمبر مع يوم الجمعه فاراد منها الجزائريون ان يقولوا نحن نكمل تلك الثوره التي اختطفها منا اولئك الذين جاءوا على دبابات من تونس ومن المغرب بدعم فرنسي ومصري ومغربي يومها ليستولوا على السلطه. هذه هذا هو الشوط الثاني لثوره اول نوفمبر والجزائريين يقولونها بصراحه هذا هو الشوط الثاني وهو الشوط الذي سنفوز فيه باذن الله. طيب الم يكن من المفترض ان يحتفل جايد صالح والسلطه والرئيس الجزائري المؤقت بهذه المناسبه ذكرى الثوره، لماذا غاب الاحتفال الرسمي؟ احتفلوا امس في مكان بالرقص وب في اوبيرا كما يسمونها وكانت الثكنات تمتلئ بالراقصات والراقصين وبدل ان يستمعوا الى الشعب كانوا يقهقهون ويكررون خطابات قالها قايد صالح قبل يومين وعادها بن صالح هذا الرئيس الواجهه امس بالمناسبه كيف قرات هذه الاتهامات؟ مش مش يعني كلمه وقحه لا تكفي لا تصف المشهد هو يقول بان الاغلبيه الشعب مع الانتخابات وان هناك بعض العناصر كما قالها لبوتين يومها نعم ويكررونها الان ان هناك مشوشين ان هناك بعض العناصر التي تشوش يعني الملايين في العاصمه وحدها اليوم ملايين. والملايين في المدن الاخرى. يصبحوا بعض العناصر، يصبحوا مشوشين. وقاحه لم لا, لا تجد لها منطق، لا تجد لها عقل، لا تجد يعني حتى لو قالوا انه والله في جزء من الشعب لماذا, لماذا لا تسميها ثقه؟ هذه المره تبدو السلطه الحاكمه في الجزائر واثقه من انها ستذهب بالبلاد الى انتخابات رئاسيه. اذا كانوا في جويليا عندما كان هناك ما زالت بعض الشعبية لقائد الأركان بعدما أطاح بقائد المخابرات السابق واللاحق وبشقيق الرئيس وبعد أن سجن كبار المفسدين حصل على بعض الشعبية من الجزائريين إذا كان آنذاك قال الجزائري الانتخابات مع العصابات وأسقطوا انتخابات أربعة جويلية فكيف اليوم حينما يخرج هؤلاء الملايين الذي لم يسبق لهم أن خرجوا مثل اليوم كيف هذا هل يعقل هذا بطبيعة الحال بالعكس هو يراهن وهذا على القوى أستاذ محمد انضمت له وباركت الانتخابات وبات صوتها مرتفعا قليلا في الآونة الماضية وهي تبارك الذهاب إلى الانتخابات هو يراهن على تلك القوة السياسية هذه القوى السياسية يتحداها الجزائريون أن يستطيعوا أن يخرجوا مئة شخص معه الحزيبيات لأن حزيبيات فقط اللي, راهي الآن معه يتحدى شعب الجزائر أن يخرج واحد منهم يوم الجمعة لا يستطيعون. حاول بعض منهم في البدايات ان يركب او ياخذ صور سيلفي، لكن الناس كانوا يطردونهم اينما يرونهم. هذا شوف هو لا يتلقى الدعم من هذا، هو يعرف انه لا شيء. ويتلقى الدعم من القوى الكبرى. وبعض القوى الصغرى. <applause> على راسهم الامارات والقوى الكبرى على راسهم فرنسا. امارات تعرف ان انتصار الشعب الجزائري هو بعث الروح في الثوره العربيه. وإعادة الأمل للشعوب التي تطحن اليوم في مصر كما في العراق في اليمن كما في ليبيا في سوريا كما في أقطار أخرى وهي تعرف الإمارات جيدا أن تناقض تناقض وجودي ولذلك تضع ثقلها كاملا وعلاقاتها وأموالها لتدمير المنطقة طيب. أما فرنسا فإنها تدرك تاريخيا تعرف فرنسا أن حينما كانت الجزائر قوة في القرن السابع عشر والسادس عشر والثامن عشر كانت لا فرنسا ولا أمريكا ولا بريطانيا يستطيعون أن يمر عبر البحر المتوسط إلا بموافقة جزائرية وبعد دفع الغرامات طيب جميل أنا يعني لا أقلل هنا من قيمة الحراك الذي نزل بالملايين كما وصفته ولكن السؤال يا أستاذ محمد ما قيمة هذا الحراك اليوم يعني انفضل الأمر وانتهت الجمعة وانتهى الاحتفال بذكر الثورة وعاد ملايين الجزائريين الى منازلهم واشغالهم ما الذي تغير اين الضغط الذي تشكل من هذه الجمعه على قائد الاركان الضغط يتشكل شوف لولا الضغط الشعبي لما اطاح قائد الاركان بسعيد بوتفليقه وبقاده المخابرات وبجنرالات كبار ولولا الضغط الشعبي لما سجن العدد كبير منهم ولولا الضغط الشعبي لما التزموا واستسلموا لكثير مما اراده الشعب على الاقل في بعض النقاط الضغط الشعبي هو الاطاحه بانتخابات تجديد العصابات. اطاح بها شعب مش مش مستعجل. يعني بالفعل كنا نريد ان تحل هذه القضيه 250 يوم اليوم. لكن اللي عنده مشروع وهذا المشروع تدعمه القوى الكبرى والصغرى هو الـ هو هو قايد صالح وجنرالاته. لكن قايد صالح وجنرالاته من شده الضغط الشعبي كل مره يطيح بجنرال من المقربين منه. لانه يريد وكانه يريد أعطيكم ما تشاءون بل أنه أطاح حتى بشريك أبنائه في نهب البلاد وسجنوا اليوم كل هذا لن يغني شيء بالنسبة للجزائر. الجزائريين يريدون شيء واضح هذه مدنية هذه دولة مدنية ليش مش عسكرية هذه الشعارات هذه جمهورية ليست ثكن هو لا يمكن لأي قوة لا من القوى الصغرى ولا من القوى العظمى أن تستمع لحراك لا يريد انتخابات يعني إن كان رئيس الأركان يقول للعالم أجمع أنا أدعوهم إلى الانتخابات تعالوا إلى الصناديق تعالوا إلى الديمقراطية فيرفضون يتمسكون من الشارع فلن تجدوا كحراك جزائري لا قوى إقليمية صغرى أو كبرى تدعمكم نحن لا نريد بل نحن نشعر بسعادة غامرة أن ليست هناك أي دولة تدعم هذا الحراك هذا هو السياسة واحد؟ وأن لا نعم هذه نعم. هدي هدي السياسة. هي السياسة نعم نعم هذه السياسة شوف الدعم سوريا كانوا أصدقاء سوريا مع اصدقاء سوريا شوفوا انتهى بهم الامر ولكنك اي لا معارضه لا تعيش في هذا العالم وحدك لا 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 هناك ارتباطات اقليميه ودوليه يجب نعم. ان تتعاطى معها لا تتعاطى معها عندما تكون انت عندك الامكانيات للتعاطي معها بالند بالند اما ان تكون معارضه او تكون وتريد ستسقط في ايديهم وسيتحكمون في قرارك ان اي معارضه تلتجئ إلى دول أخرى تصبح عميلة لديها وتصبح أسيرة لديها انظر هذه في, في السعودية وانظر المعارضة السورية وانظر غيرها هذا واحد الأمر الثاني الشعب لا يقول لا نريد انتخابات لا نريد انتخابات مع العصابات هم. في فرق الشعب يريد انتخابات يسعى إلى الانتخابات والناس تعرف كيف تحكم البلاد إذا لم تكن هناك انتخابات لكن لا نريد انتخابات آه لنعرفها تجريب المجرب وتكرير المكرر وإعاده ما نعرفه طيب تعرف سؤال... هؤلاء الذين غدا لا. سيعلن عن المرشحين تعرف لا. ان المرشحين كلهم اما كان وزيرا او كان رئيس وزراء واحد او اثنين منهم احزاب من التي قلت أنها تدعم الحراك يا استاذ محمد وهذا سؤال الاخير لماذا لم يفكر الحراك ان يجتمع وراء مرشح للرئاسه بعينه وتجبر العصابه ان تجري انتخابات نزيهه ويفوز بها هذا المرشح المدعوم من الحراك لو ياتي اعظم عقل في هذا العالم بل لو يأتي أعظم عقل ربما من البشر خارج الأنبياء لو يأتي سيدنا عمر بن الخطاب اليوم لن يفوز في هذه الانتخابات لأنه <applause> يعني باختصار بسيط الجماعة لا تريد تغيير أو تريد استماع للتغيير تريد تجديد نفسها لأنها تريد أن تقول للقوى الخارجية نحن قمنا بانتخابات فتستطيعوا أن إعلامكم وقنواتكم أن تتحدث علينا باعتبارنا بلد مهما كان فيه شوية انتخابات <applause> إذا هم لا يريدون انتخابات لأنهم يعرفون أن فيها تغيير هم يريدونها لأن الراعي الخارجي الوكيل الدولي يريد أن يظهر تظهر الجزائر في شكل انتخابات مثل السيسي ومثل, آه كل ومثل بشار ومثل غيرها هذه بلداننا في الحقيقة تحكم بكمشة من الجنرالات خاصة هذه الجملكيات هذه بكمشات من الجنرالات في الحقيقة وكلاء على قوى خارجيه صغيره وكبيره شكرا جزيلا لك محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق كنت ضيفي في الاستوديو